بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بمفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بدوام الصحة والسعادة ولشعب المغرب الشقيق اطراد التقدم والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة مماثلة إلى أخي معالي السيد سعد الدين العثماني الوزير الأول بالمملكة المغربية ضمنها سموه خالص تهنيه بهذه المناسبة الوطنية. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، متمنيا سموه ولي العهد بجلالته وافر الصحة والسعادة وللمغرب وشعبه الشقيق كل التطور والنمى. وأشاد اسمه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات.